مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة منقدم لكم حصاد كروي لأبرز ما جرى في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات والأندية واللاعبين وكذلك نتائج أبرز المباريات وأبرز البطولات الكروية. رح نبدأ إذن مع أبرز نتائج المباريات التي جرت يوم أمس. كان عنا مباراة قوية جدا ضمن نصف نهائي كأس إيطاليا بين الغريمين يوفنتوس والميلان. المباراة جرت على ملعب الأليانز ستاديوم إذن معقل نادي يوفنتوس، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. طبعا تأهل يوفنتوس إلى النهائي لأنه نتيجة مباراة الذهاب كانت 1-1 على ملعب السانسيرو، وبالتالي فاز وتأهل يوفنتوس بالنسبة للهدف الذي سجله على طبعا ملعب الميلان في مباراة الذهاب. ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذه المباراة من خلال التعليقات. لا ننسى أن هذه المباراة أيضا كانت شهدت طرد لاعب الميلان بسبب التدخل العنيف أنتي ريبيتش، إذا تم طرده في الدقيقة 17. بالنسبة لمباريات الدوري الألماني كان عندنا لقاء بين هوفنهايم ولايبزيغ وانتهى بفوز لايبزيغ بهدفين نظيفين في البوندسليغا. إذا ضمن الأسبوع 31 سجل هدفي لايبزيغ داني أولمو في الدقيقة 9 وفي الدقيقة 11. بالنسبة لمباريات الدوري الإسباني، إذا عدد الليغا الإسبانية إشبيليا كان فاز على ريال بيتيس بهدفين نظيفين ضمن الأسبوع 28، وغرناطة كان تفوق على ختافي بهدفين لهدف. أيضا كان عنا مباراة بين فالنسيا وليفانتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين الفريقين في هذه المباراة اللي جرت على ملعب نادي فالنسيا ملعب المستايا. إذا بالنسبة لمباريات اليوم راح يكون عندنا مباريات كثيرة. أيضا الطرف الثاني من نصف نهائي كأس إيطاليا راح تجمع بين نابولي وإنتر ميلان، علما أنه نابولي كان فايز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب جوسيبي مياتزا، لذلك نابولي يملك أفضلية كبيرة. طبعا المباراة اليوم راح تجري على ملعب الساو باولو. بالنسبة لمباريات البوندسليغا اليوم رح يكون عندنا أيضا مباريات كثيرة ضمن نطاق الأسبوع 31. هرتا برلين رح يستضيف أينتراخت فرانكفورت، كولن رح يستضيف يونيون برلين، فولسبرغ رح يستضيف فرايبورغ، بادربون رح يستضيف فيردر بريمن، فورتونا دوسلدورف رح يستضيف بروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ رح يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ. أما عن مباريات الليغا الإسبانية اليوم، إسبانيول رح يستضيف ديبورتيفو ألافيس، سيلتا فيغو رح يستضيف فياريال، ليغانيس رح يستضيف بلد الوليد، وريال مايوركا رح يستضيف نادي برشلونة. إذا في المباراة اللي كانت من المفترض أن تجري ضمن الأسبوع 28، كانت من المفترض أن تجري في مارس الماضي لكن طبعا توقفت الجولات كلها بسبب انتشار فيروس كورونا. طبعا نحن راح نكون معكم عبر البث الحي لصفحة أخبار الآن على فيسبوك للحديث عن هذه المباريات المهمة اليوم. في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو ماريو بالوتيلي النجم الإيطالي رفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته المالية لدى نادي بريشيا، وقال نادي بريشيا أنه هو يسعى للاستغناء عن اللاعب. بالوتيلي إذا يسعى للحصول على راتب مارس آذار الماضي والذي اتفقت الأندية مع لاعبيها على تعليقه في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة فيروس كورونا. إذا ياريت تخبرونا عن رأيكم بتصرف بالوتيلي من خلال التعليقات. في خبر آخر، كان داني روز لاعب نادي نيوكاسل الإنجليزي أعلن عن تمديد إعارته مع الفريق. إذا في هذه الفترة سيبقى في نيوكاسل حتى نهاية الموسم بعد تمديد الإعارة، لأنه إعارته كانت من المفروض أن تنتهي بنهاية شهر يونيو حزيران الجاري. في خبر آخر،
على ما يبدو المفاوضات بدأت بين ناديي برشلونة وتوتنهام من أجل عقد صفقة تبادلية لانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو. إذا نعرف أنه إعارة كوتينيو انتهت مع البايرن بنهاية الموسم الجاري أو ستنتهي بنهاية الموسم، ومن ثم سيعود اللاعب إلى البارسا الذي ينوي أيضا ببيعه أو حتى إعارته. كوتينيو على ما يبدو يفضل العودة إلى البريمير ليج، وتوتنهام يسعى للحصول عليه بصفقة تبادلية إذا عرض خدمات الثنائي تانجوين دومبيلي وأيضا توبي ألدرفيلد، وربما واحد منهما سيكون ضمن الصفقة التبادلية. هل برأيكم أحد هذين اللاعبين سينفع نادي برشلونة؟ ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات. أيضا بما يتعلق بصفقة كوتينيو، ربما نادي أرسنال سيسعى للحصول عليه لكن على سبيل الإعارة، لأنه وفقا للصحافة نادي برشلونة مستعد أيضا للموافقة على إعارة كوتينيو لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو. سمعنا أنه نادي أرسنال طلب استعارته، وأيضا برشلونة مستعد لدفع جزء من راتب كوتينيو فقط من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى أرسنال. في خبر آخر، نادي فنربخشة التركي على ما يبدو لا يزال متمسك بالتعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، بالرغم من أنه هناك تقارير أشارت أنه فيتوريا سيجدد عقده مع النصر وبالتالي فنربخشة لن يتمكن من الحصول عليه، لكن التقارير أشارت أنه فنربخشة قدم عرض بقيمة 2.5 مليون يورو براتب سنوي للحصول على خدمات روي فيتوريا. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الدوري الألماني البوندسليغا سيخسر عائدات 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التلفزيوني بسبب أزمة فيروس كورونا. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية نادي مانشستر يونايتد انضم لقائمة الأندية التي ترغب بالتعاقد مع شيرو إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو البالغ من العمر 30 عام والمطلوب من قبل ناديي ليفربول ونابولي. أيضا في خبر آخر، كان نادي نانت الفرنسي أعلن عن تعاقده رسميا مع بيدرو تشيريفيا لاعب نادي ليفربول البالغ من العمر 23 عام. العقد إذا مع نادي نانت سيمتد حتى عام 2023. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي باريس سان جيرمان سيسعى للتعاقد مع البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي البالغ من العمر 31 عام، ومنعرف أنه ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي. طبعا البي اس جي عم بيفكر بويليان من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي الآخر نيمار هذا الصيف. في خبر آخر، وفقا للصحافة نبيل عماد دونغا نجم وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر على ما يبدو أصبح قريب من الانتقال إلى فريق الميريا الإسباني في الموسم المقبل. في خبر آخر، وفقا للصحافة نجم خط وسط نادي تشيلسي الفرنسي نغولو كانتي قد يغادر نادي هذا الصيف، حيث أنه مطلوب من قبل ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم، هل تعتقدون أنه تشيلسي سيتخلى عن كانتي، ومن تعتقدون أنه النادي الذي سيتمكن من الظفر بخدمته؟ في خبر آخر، وفقا للصحافة الألمانية نادي لايبزيغ يسعى للتعاقد مع نجم ريدبول سالزبورغ النمساوي اللاعب الكوري هوانغ هيتشان البالغ من العمر 24 عام من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق تيمو فيرنر يلي سمعنا أنه اقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي تشيلسي. في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو نادي انتر ميلان يسعى للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي أرسنال هيكتور بيارين البالغ من العمر 25 عام والذي يرتبط بعقد مع ناديه الأرسنال حتى عام 2023، علما أنه الأرسنال عم بيسعى لحتى يجدد له عقده مع النادي. إذن
هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأراكم لاحقا من خلال فيديوهات البث الحي يلي بنعملها على صفحة أخبار الآن على فيسبوك للحديث عن أبرز مستجدات عالم كرة القدم ومعرفة أراءكم فيما يتعلق بأبرز مباريات اليوم. بتمنى لكم يوم سعيد، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.